التحفة الفنية التي كادت أن تؤدي إلى وقوع صراع فني بين الشرق والغرب، العمل الذي كاد أن يقتل الرسام الشهير، الخدعة الكبيرة التي أهدت كييف معبداً ذا قيمة عالمية. كاتدرائية القديس فولوديمير مر عليها 6 مطارنة و4 أباطرة روس، وكل هذا في مرحلة إنشائها فقط. جمعت حولها في القرن 19 96 رساماً من التوجهات المختلفة ومجتمع كييف بأكمله. رغم الفضائح التي رافقت إنشاءها، إلا أنها أصبحت خليجاً هادئاً ولدت فيه الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية. استمرت أعمال تجديد كنيسة كيريليفسكا، وقاد تنفيذ التصميم الجديد الرسام الشاب ذو الأصل الدنماركي البولندي ميخائيل فروبل. جرت في نفس الوقت التحضيرات لرسم جدران كاتدرائية القديس فولوديمير في طرف المدينة الآخر. تقرر أن تصبح لوحة العذراء مع طفلها واحداً من أهم المعالم في المعبد الجديد، والتي يجب أن ينفذها فيكتور فازنيتسوف تحديداً. عندما عرض الفنان مخططاته على رئيس أعمال التزيين، فقد الأخير قدرته على النطق لبعض الوقت. في بداية يناير 85 و800 ألف جاء أدريان براوف ورئيس لجنة التشييد ألكسندر بومغارتن إلى الكاتدرائية المورقة حديثاً قبل البدء بتنفيذ الأعمال الفنية. كان غرضهم من الزيارة أن يناقشوا الرسوم الجدارية المستقبلية للمذبح الرئيس. وعندما نظر مدير الأعمال الفنية إلى الجدار الذي لم يجف بعد، لم يستطع أن يصدق عينيه. توجه حينها إلى مدير أعمال البناء سائلاً ما إن كان يرى ما يفعل. رد بومغارتن بالإيجاب: أرى صورة العذراء حاملة طفلها على ذراعيها. ليس ممكناً أن يتخيل الاثنان نفس الشيء. أخذ براخوف ورقة وقلم رصاص ورسم الشكل الذي حضر في الرؤية، ووقع من بعد ذلك كلاهما على الورقة. وعندما عرض فازنيتسوف رسوماته على براخوف، رأى فيها الأخير توأم رسم يناير. لم يعد هناك أي شك عند أحد، ولكن مع بدء العمل ظهرت مشكلات جديدة. بالإضافة إلى فيكتور فازنيتسوف، كان ينبغي أن يعمل أكثر من 90 شخصاً على اللوحات، وكان من بينهم أساتذة المدرسة الأوروبية البارزون مثل الأخوان بافلو وألكسندر سفيدومسكي وفيلهلم كوتربينسكي. عاش ثلاثتهم في ذلك الوقت في روما. تخرج فيلهلم من أكاديمية القديس لوقا للرسم، في حين كان الأخوان من طلابها آنذاك، ولكن أسلوبهم، أو بالأحرى أسلوب فيكتور فازنيتسوف، اختلف بشكل كبير عن أسلوب هذا الثلاثي. وقد هدد مزج هذه الأساليب المختلفة بنشوب صراع فني كبير بين الشرق والغرب، لن يكون أبداً في صالح الكاتدرائية البطريركية. كنت ترى فازنيتسوف كل يوم في كاتدرائية القديس فولوديمير في تمام الساعات 10 صباحاً، حيث عمل جاهداً في ظروف سيئة، وغالباً ما عانى من نزلات البرد. بالإضافة إلى التوعك المتواصل، كانت هناك عواقب العمل الشاق غير المريح. عند رسم السقف يتعب الظهر والرقبة، والعمل على ذلك العلو كاد أن يؤدي إلى مقتل الرسام، حيث سقط عديد المرات، وفي أحد الأيام وجدوه على الأرض فاقداً للوعي. اتضح لاحقاً أن فازنيتسوف سقط من ارتفاع 15 متراً، ولحسن الحظ لم يعاني إلا من ضلع مكسور، وعاد بعد أسبوع للعمل. كان في أحدى المرات على شفير الموت مأخوذاً بالعمل، تعثر الرسام وسقط من تحت قبة الكاتدرائية، معجزة فقط أنقذته من الموت المحتم، حيث علقت سترته المصنوعة من القماش بخطاف معدني.
علق الرسام قائلا: الرب أنقذني، ولكن المرض والسقوط المتواصل لم يكونا العقبتين الوحيدتين أمام الفنان. تدخل أعضاء اللجنة المشرفة باستمرار في عمل المصممين بمن فيهم فاسنيتسوف، ومحاولتهم السيطرة على الفنانين وتوجيه الملاحظات إليهم كانت عقبة دائمة. تعين على الرسامين إعادة رسم الجدار في السقف الذي رسم مرارا، وظهرت في نهاية الثمانينيات عند أدريان براخوف مشكلة أخرى بعد أن تجاوز المبلغ المتفق عليه لرسم الجداريات والمهلة المحددة بسنتين. ولكن رغم التجاوز والتكاليف المضاعفة ومضاعفة المهلة، أدرك أنهم لن يتمكنوا بوتيرة العمل هذه من تسليم الكاتدرائية في الموعد المحدد، أي في عام 1894، وهو الذي قلل من البداية المهل والتكاليف كي لا يصيب لجنة الإنشاء بالهلع. مستخدما صلاته حصل باستمرار على التمويل الإضافي، ولكن تلك الصلات كانت عاجزة عندما طال الأمر عملية الرسم نفسها. أدرك براخوف أن فاسنيتسوف بحاجة إلى مساعد، وحصل هنا ميخائيل فروبل على مساعدة القدر، حيث كلف بوضع مخطط الميلاد، وكلف رسام آخر اسمه فالنتين سيروف بوضع مخطط قيامة المسيح، لكن سيروف ماطل في تسليم مخططه في حين رفضت اللجنة مشروع فروبل. في عام 1890 ابتسم الحظ لأدريان براخوف، إذ عثر في معرض متنقل على مساعد لفيكتور فاسنيتسوف هو الشاب ميخائيل نيستيروف، لكن فاسنيتسوف نفسه كان ضد هذا التعاون لأن أسلوب الشاب مختلف عن أسلوبه. طمأنه براخوف أن نيستيروف سيعمل على الحاجز الأيقوني على الشرفات وأن أعماله لن تتقاطع مع أعمال فاسنيتسوف، وبعد ذلك بدأ العمل. عمل في البداية وفقاً لرسومات فاسنيتسوف، علماً أن الأعمدة الوسطى في الكاتدرائية رسمت بريشتي بوريس وهليب، وأتقن الأسلوب الجديد بسرعة وحصل على طلب لينفذ عملاً منفرداً، لكن أموره أيضاً لم تسر بسلاسة مع لجنة الرقابة. شك أولئك من أعماله بشكل دائم، واضطر الرسام إلى إعادة رسمها في أغلب الأحيان. رغب نيستيروف في ترك العمل مراراً، وهذا كلف براخوف بذل جهد كبير للتوفيق بين الجانبين، والرجل الذي قدم للرسامين مساعدة عظيمة في الأمور الإدارية كان عاجزاً من الناحية الإبداعية. استخدم فاسنيتسوف مقاربة علمية في إعداد رسوماته ولوحاته، وقبل أن يضع لوحة فولوديمير المعمدان في اللباس الملكي والتاج البيزنطي، درس العملات المعدنية التي سكت في أيام أمير كييف نفسه، قرأ الكتب الخاصة وجمع صوراً للملابس والحاشية ووجوه القديسين، واستشار مؤرخي الفن وعلماء اللاهوت، وعمل أيضاً على الموضوعات الأخرى، ولكن كل هذا لم يساعد في حل المهمة الرئيسة، وهي رسم المشهد المركزي في الكاتدرائية، لوحة السيدة العذراء خلف العرش. كانت في ذلك الوقت لوحة سيستين مادونا للرسام رافائيل سانتي معروفة للعالم أجمع، والتفوق على هذه الروعة الفنية كاد يكود من المستحيلات، كما وأن تكرارها ليس له معنى، توجب عليه أن يضع لوحته الخاصة المختلفة عن لوحة رافائيل، على أن لا تكون مثيرة للشفقة مقارنة بها. ساعده القدر نفسه على حل هذه المشكلة، رأى في أحد الأيام زوجته ألكسندرا وهي حاملة مولودها ميخائيلو بين ذراعيها، رأى من البعيد أن الطفل يمد يديه إلى الأمام كما لو أنه يمدها إلى العالم، رأى الرسام أنه يجب تصوير العذراء مع طفلها بهذا الشكل تحديدا، بسطاء غير متكلفين، التقط حركة يدي الطفل وتعبيرات وجهه وتعبير وجه زوجته رغم أنه لا يوجد تشابه صوري مع العمل. استمر العمل على المشهد المركزي عامين، نفذ فاسنيتسوف 15 لوحة كبيرة و30 بورتريه في الصحن الأوسط والقاعات الرئيسة في الردوهات وعلى الأعمدة الضخمة. حدد فاسنيتسوف ونيستيروف الشكل الفني لكاتدرائية القديس فولوديمير،
تعود إلى ريشة الزميل الشاب لوحات هي ميلاد المسيح وقيامة المسيح والمعمدانيين وعيد الغطاس وست عشرة شخصية على الحواجز الأيقونية الأربعة التي رسمت على المذابح السفلية والعلوية. رافق هذا الإبداع مشكلات كبيرة، وإذا كانت المرحلة الأولى من العمل مصحوبة بالمشدات الدائمة بين نيستيروف واللجنة، فإن المرحلة اللاحقة من العمل ستكون مصحوبة بفضيحة كبرى. في شتاء 93 و800 وألف، بعد أن تلقى طلباً لرسم الشخصيات على الحاجزين الأيقونيين الجانبيين عند المذبح الرئيس، سافر الرسام إلى الخارج للدراسة. جلب معه من هناك مخططات من بينها الشهيدة العظيمة باربارا. يتذكر الرسام قصته مع باربارا قائلا: لقد صورتها وأنا راكع وينبعث من فوق رأسها تاج وهالة. عندما شاهدت اللجنة المخططات اندلع شجار كبير لم تتفق أذواق كهنة كييف مع الأيقونة المفخمة، طلبوا من الرسام إعادة رسمها. نفذ الطلب على مضض لتدوي من بعد ذلك فضيحة كبرى حين أتت في يوم من الأيام زوجة الحاكم العام الكونتيسا صوفيا إغناتيفا إلى الكاتدرائية، وعند مشاهدتها أيقونة القديسة باربارا تعرفت في رسمها على ابنة أدريان براخوف أولينا. والمعروفة للمقربين باسم ليليا. لقد رسم نيستيروف المغروم بالفتاة الأيقونة عنها. انتاب الكونتيسا سخطا شديدا وقالت: لا يمكنني أن أصلي لليليا براخوف. توجب على الفنان العودة إلى كييف لإعادة رسم الأيقونة. في نهاية المطاف وبحضور الأسرة الحاكمة، أدى المسؤولون ورجال الدين وأتباع المطران إيوانيكي صلاة تكريس كاتدرائية القديس فولودمير، وقدم الرسامون الذين عملوا على اللوحات للإمبراطور. شكل توحيد الأساليب الفنية المختلفة في صورة واحدة شاملة ومتناغمة ظاهرة مذهلة، وأروع ما فيها ليس الأيقونات والمشاهد المتعلقة بالموضوعات الدينية أو التاريخية فقط، بل والزخارف المزينة أيضاً. أصبحت كاتدرائية فولوديمير المعبد المفضل عند سكان كييف والشباب خصوصاً. ليس من المستغرب أن يكون من بين زوارها المنتظمين طلاب جامعة القديس فولوديمير المعروفة اليوم باسم تراس شيفتشينكو. أصبحت الكاتدرائية منذ أيامها الأولى معقلاً لاستقلال أوكرانيا. كرمت هنا في 19 من مارس عام 1917 ذكرى تراس شيفتشينكو. بعد حفل الصلاة الرسمية توجه حشد مكون من آلاف المصلين إلى نصب بوهدان خميلنيتسكي التذكاري، ونظموا هناك واحداً من أولى التظاهرات الوطنية في أوكرانيا للمطالبة بالاستقلال. مع احتلال البلاشفة لأوكرانيا بدأت الأيام السوداء، أو بتعبير أدق السنون السوداء، للكنيسة عموماً ولكاتدرائية القديس فولوديمير. راحت الحكومة الجديدة تلاحق القساوسة وتعيق إحياء الشعائر وتسرق من الكاتدرائية الأدوات الطقسية والأشياء الباهظة الثمن. أكثر ما أثار اهتمام الشيوعيين الأثار المقدسة المصنوعة من المعادن الثمينة. أزال ممثلو الدولة مع أعداء الدين جميع الأجراس من على الكاتدرائية ومنعوا تدفئتها، ما أدى إلى تدمير اللوحات الجدارية. استمر هذا حتى عام 1929 حتى إغلاق الكاتدرائية نهائياً. قررت اللجنة التنفيذية المركزية الأوكرانية تحويل الكاتدرائية إلى متحف للدعاية المعادية للأديان، وخزنت هنا لبعض الوقت أرشيفات السلطة المحلية ومن ثم مكتبة المعهد التربوي. في النصف الثاني من ثلاثينيات القرن العشرين حدق خطر قاتل بكاتدرائية القديس فولوديمير بعد أن جعل الغزاة البلاشفة خاركيف عاصمة لأوكرانيا، وقرروا تحويل كييف إلى مدينة صناعية، وخططوا البدء في المسار الرئيس للمظاهرات الثورية. ولتمهيده أدرجت كاتدرائية القديس فولوديمير والقديسة صوفيا والقديس ميخائيلو ذات القيبة الذهبية في قائمة المباني المرشحة للهدم. كان نصب بوهدان خميلنيتسكي الأكثر حظاً، إذ قرر بكل بساطة نقله إلى مكان آخر. معجزة أنقذت كاتدرائية صوفيا كييف وكاتدرائية فولوديمير من مواجهة المطير الذي واجه العديد من كنائس كييف بما فيها كاتدرائية ميخائيل الذهبية القبب.
عودة الحياة الروحية إلى الكاتدرائية مرتبطة باسم له علاقة مباشرة باستعادة العدالة التاريخية وحصول الكنيسة الأوكرانية على استقلالها. ترأس المطران فيلاريت دينيسينكو في عام 1966 مطرانية كييف وهاليتسيا. جرى بعد ذلك إحياء نشيط للحياة الروحية في كاتدرائية فولوديمير بالإضافة إلى الصلوات الكنسية التي لم تحيا منذ عام 1944 إلا بإذن السلطات. بدأوا هنا إحياء طقس المعمودية المقدس وتزويج الناس والاحتفالات الرسمية. مع إنشاء الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية كييف أصبحت كاتدرائية القديس فولوديمير كنيستها الرئيسة، ومنذ 15 ديسمبر عام 2018 أضحت الكنيسة الرئيسة لأوكرانيا.